عندما كان لجمعية فضاء الثقافية أن تستمر، أشكركم لدعمكم دائما وكونكم دائما تكونون معنا، فأنتم سر استمراريتنا. شكرا جزيلا لدعمكم لنا. السادة والسيدات جمهور مثقفي مدينة العرائش، نحتفي اليوم برواية هوت ماروك، رواية الكاتب والشاعر والروائي ياسين عدنان. ونحن في جمعية فضاءات ثقافية كما عهدناكم دائما حريصين على أن يكون المنتوج الثقافي المغربي حضوره الوافر دائما. ورواية هوت ماروك إحدى أهم المنعرجات الثقافية في تاريخ الرواية المغربية، إذ يشرفنا الصديق الغالي علينا والعزيز علينا ياسين عدنان بحضوره وتوقيعه لهذا المنتوج، فإننا ندعوكم جميعا للاستمتاع بهذا اللقاء الثقافي الشيق. وشكرا جزيلا. الثقافي والأدبي المغربي، ولعل هذا اللقاء إحدى هذه الإشارات. طبعا نحتفي بالأديب الروائي ياسين عدنان، وبالأخص نحتفي به كروائي، نحتفي بمغربه الساخن، نحتفي بروايته الجميلة التي قالت عنها الأستاذة نبياء أنها اعتبرت تحولا في الاشتغال الروائي والأدبي للكتاب المغاربة. معنا في هذا اللقاء الأستاذ الناقد سي محمد الوردي، وهو ناقد حصيف، وعلى الرغم من أن اسمه ليس رائجا كثيرا في مشهد الثقافي والأدبي، إلا أنني وصفته ومعدته بالحصيف نظرا لأن كل من أنصت أو قرأ إحدى مداخلاته أو إحدى قراءته النقدية إلا وتيقن بأنه أمام ناقد له أدواته الخاصة. الأستاذ محمد الوردي حاصل على شهادة الماستر في الآداب، ويحضر الآن الدكتوراه في موضوع السيرة الذاتية العرفانية، وسبق له أن حصل على جائزة علوية صبح في النقد الروائي، وهي الجائزة التي نظمتها في السنة الماضية المدرسة العليا للأساتذة التي ناقد نشر العديد من القراءات النقدية في مجلات عربية مهمة. أعطيه الكلمة لكي يلقي ملاحظته. لا بد من بسط لسيرة هذا الرجل الكريم خلقا وأدبا باعترافي للمشهد الثقافي والمغربي. ياسين عدنان ولعله يذكر أن مدينة عرائش كانت إحدى المدن المغربية التي انتصرت لقصيدة مطر المغربية، وهي تحاصر حصارا شديدا في المغرب. ولعل الأصدقاء تنادي الموظفين سي محمد بن عبدون سي محمد عابد وأصدقاء كثيرين كانوا سباقين إلى الاحتفال بقصيدة الشاعر ياسين عدنان من خلال استضافته في أولى أيام الثقافية لنادي الموظفين. فعمله الشعري من كان أو بقايا نساء شكل في تحولا في المشهد الشعري المغربي هو طبعا، والدواوين التي صدرت في ذلك في تلك السنة، وصارت شرايين هذا التحول في القصيدة المغربية في ما بعد. لياسين عدنان بالإضافة إلى هذا الديوان الأول الذي فاز بجائزة مهمة، جائزة لها دلالتها وهي جائزة اتحاد المغرب لهدباء الشباب، له أيضا رصيف القيامة لا أكاد أرى، وله دفتر العابد هذا الديوان الفاتي الذي تم الاحتفاء به في السنة الماضية في نفس الإطار الجمحوي. وفي السرد له
من يصدق الرسائل المجموعة القصصية التي أرسلها ذات خريفي إلى مجموعة من القصائد، إلى مجموعة من الأصدقاء من النادي الموقفين، وكذلك فرح البنات بالمطر الخفيف، والآن نحتفي بروايته ختمه. أعطي الكلمة مباشرة الآن للناقد سي محمد الوردي لكي يلقي كلمته. أحدد بعض ملامحه. هو أولا التصور يرى بأن مفهوم الأدب ينبغي أن يتحول من دراسة ماهية الأدب إلى مقاصد الخطاب الأدبي، وهنا بالضرورة ينبغي تجاوز الفكرة الكلاسيكية للنقد الأدبي والتي تبحث عما يسمى بالأدب الخالص أو الأدب النقي. ذلك أن الأدب الحديث بصفة عامة وخصوصا الرواية لم تعد تعبأ بالأدب الخالص، بل لا يمكن أن ينفصل الخطاب الأدبي عن الخطاب السياسي والاجتماعي والإيديولوجي والثقافي، وهو ما يجعلنا بالضرورة نبحث عن أدبية الرواية في مدى قدرتها على التجانس مع المكونات الأخرى والتفاعل مع اهتمامات القراء وتطلعاته. لذلك كان لابد من رصد هذه الأبعاد المتداخلة في الرواية والتي تسعى إلى بناء عالم متخيل لكنه متكامل الأركان كما يتحقق ذلك في الوعي الإنساني عموما. وهذا التصور دفعني بعد أن قرأت هذه الرواية الساخنة إلى اختيار إشكال نقدي دقيق، وهو وجهة النظر في الرواية. وذلك طبعا يتأسس على تصور يزعم بأن السارد في الرواية لا ينقل أحداثا ببراءة وحيادية، بل إن الإيهام بالحيادية لا يعدو بأن يكون حيلة سردية ترسخ معقولية الأحداث ومرجعيتها، وهو الأمر الذي يحجبنا عن فكرة بديهية، وهي أن الرواية جنس متخيل يخضع بالضرورة إلى رؤية السارد وإلى اختيارات خاصة تعبر عن وعيه ومواقفه ورؤيته للواقع الذي ينتمي إليه والواقع المتخيل الذي يتحدث عنه. يقول بيرتي هوكر إن المشكلة المعقدة لطريقة تصنيع الروائي محكومة بالعلاقة التي يقيمها الراوي مع المسرد، وهو ما يجعل علاقة السارد بالسرد مدخلا مناسبا لدراسة بنيات الرواية وأساليبها ومضامينها أيضا، بما أنها في النهاية تسعى في تكامل إلى بناء فهم معين لدى القارئ تجاه الواقع. وهذا ما أرغب بالحديث عنه هنا من خلال رواية روت ماروك، هذه الرواية الساخنة التي كشفت عن ذكاء المبدع ياسين عدنان، حيث استطاع أن يستثمر فيها حيلا أدبية كثيرة بغية عرض قضايا سياسية واجتماعية وثقافية في غاية الأهمية، لكن بخطاب أدبي متعالي وهو الخطاب الساخر. والسخرية هي تهكم بليغ يفيد النقد في أبلغ صوره، فأن تسخر من واقع معين هو أبعد تقنيات النقد في الثقافة الأدبية. وقد تركزت قراءتي لوجهة النظر في مستويين، وجهة النظر الأدبية ووجهة النظر الموضوعية. نقصد أولا بوجهة النظر الأدبية هي تلك الاختيارات الفنية التي ساغ بها المبدع نصه وفق نسق جمالي يضمن نجاح النص في بعده الأدبي. النص طويل جدا، لكنك إذا بدأته لن تستطيع التوقف، بل إنك قد تشعر بالحزن إذا أكملته، خصوصا أمام تلك النهاية المفتوحة المستفزة. فكيف استطاع الروائي أن يحملنا على قراءة نصه الطويل؟ المستوى الأدبي هنا هو الذي يضمن ذلك. صيغة هوتماروك في قالب سردي كلاسيكي، وفيه النسق الاسترجاعي التصاعدي من الماضي، أي مرحلة طفولة البطل الرحال، صعودا إلى الحدث النهائي وهو حمل زوجته حسنية الذي أثار كل الشكوك، خصوصا أمام الصدمات التي فجرها السارد في النهاية على جميع المستويات سياسيا واجتماعيا وأخلاقيا. وقد اختار السارد الرؤية من خلف، وهي رؤية متعالية تمنحه فرصا كبيرة للتنقل بين الشخصيات والحديث عنها وعبرها بسلاسة ودون قيود. هذه الرؤية تمنح السارد سلطة كبيرة، فهو يعرف كل شيء، وهو أيضا معفي من تبرير مصادر معرفته. يصف الأحداث والمشاعر أيضا، وينتقل بين شخصياته ويتقمص الأدوار والرؤى المتعددة، وهذا يتطلب موسوعية وثقافة عالية من طرف السارد. وقد أبان فعلا عن علو كعبه في تقمص الشخصيات المختلفة
ووصفها وصفا نفسيا مغلا في العمق، خصوصا في شخصية رحابة عوينة مركز السرد وبؤرته، بما أن النص في صورته العامة قد يبدو قريبا من سيرة هذا البطل المتخيل، حيث تنقل جميع الأحداث السياسية والثقافية والاجتماعية من منظور محيطه وبيئته، وهو البطل الذي حظي بتحليل نفسي بديع استثمره السارد في بناء صورة عنه تبرر كل أفعاله المتناقضة. فهو جبان واقعيا وقوي افتراضيا، يتعرض للظلم في مجتمعه لكنه لا يستسلم، بل ينتصر لنفسه وكبريائه. لكن وهذا هو المدهش، أنه لا يفعل ذلك إلا في الخفاء، بداية من انتقامه ضربا من أعدائه بركبته الشهيرة في الحلم، ومرورا بالسب والشتم على الجدران، انتقاما من الأساتذة والتلاميذ، ووصولا إلى هوت ماروك، هذا الموقع الإخباري الذي يمنح القراء فرصة للمشاركة والتعبير عن وجهة نظرهم، ويمنحهم أيضا فرصة التنقر والتخفي عبر الأسماء المستعارة. إنه عالم مناسب جدا لشخص مثل رحال مهزوز نفسيا، يجمع بين الانكسار والرغبة في الانتقام والجبن والشجاعة وضعف الشخصية وقوة الحيلة والمكر. والسرد عموما يتشكل في إيقاع هادئ ممتد، لكن السارد مع ذلك بعث في سرده تقنيات أدبية جميلة استطاعت أن تخلق التشويق والإثارة والإبداع. فقد يبدو أن النسق الروائي يفتقر إلى الذروة التي اشتهرت بها الرواية التقليدية، التي تبني الذروة داخل الإيقاع السردي المتصاعد وعبر تطور الحدث. لكن الذروة في هوت ماروك تتحول من النسق السردي إلى المستوى اللغوي والأسلوبي، خصوصا الوصف، ثم في مستوى تنظيم الأحداث وانتقائها على عن طريق ترتيب الأحداث والأوصاف والتلاعب بأفق انتظار القارئ. نبدأ مثلا بتقنية الوصف، والتي أبدع فيها علاقة طريفة بين الإنسان وقرينه الحيواني، خصوصا وأن هذا التماثل يقوم على قرائن دقيقة ومقنعة، سواء كانت قرائن شكلية أو سلوكية. رحل مثلا هو سنجاب لأنه دقيق الملاحظة ويمتاز بقوة الذاكرة. بشعيب المخلوف الأستاذ الجامعي هو فيل ضخم السيقان والشكل، ثم بعض الخصائص أيضا كإيمانه بتراتبية السلطة والمكان الاجتماعي. عتيق البقرة التي تشتر كلاما كثيرا لا تعرفه وتمنح أتباعها اللبن بسخاء كبير. عزيز السلوقي الذي يصطاد لغيره، بل إن هذا التماثل الحيواني لم يتوقف عند الشخص، بل امتد ليشمل الأحزاب أيضا، حين عقد صلة بين الحزب ورمزيته الحيوانية تبني بالضرورة فهما خاصا وانطباعا معينا تجاه هذه الأحزاب. فحزب الأخطبوط يتضمن دلالات سلبية، وهو ما يؤكده السرد لاحقا عندما يبين لنا أن هذا الحزب جمع أطيافا متعددة من الشخصيات المشبوهة بين قوسين، والتي لا رابط بينها على المستوى الإيديولوجي ولا الثقافي ولا السياسي، بينما الحزب الثاني هو رمز الناقة، وهو رمز يحيل مباشرة على التاريخ القديم، خصوصا حين نربط رمزية الناقة في التراث الإسلامي بخلفيات هذا الحزب الدينية. غير أن هذه الأوصاف لم تكن بريئة، بل على العكس كانت غاياتها هي بناء موقف معين من الأحداث، سواء كان هذا الموقف عاطفيا أم نقديا. فتلك الأوصاف تمنحنا ذاكرة نصية تجعل الأحداث الأخيرة منطقية ومحتملة. انظر إليه مثلا كيف يصف الأستاذ بشعيب المخلوفي وصفا ساخرا يتلاعب بأفق انتظاره. فهو أستاذ يشتغل بجد ولا يناقش بحوث الطلبة في الممرات كما يفعل بعض الأساتذة، بل يمنحهم الوقت والساعات ويناقشهم ويصحح لهم. إن هذا الوصف يبني مبدئيا انطباعا إيجابيا عن هذه الشخصية، لكنه مجرد تمويه يرتفع بنا نحو أفق انتظار خاطئ. فكل هذا الجد الذي أظهره بوشعيز فيه لم يكن سوى خطة استغلالية يستغل فيها الطلبة لينجز بحثه لنيل الدكتوراه، وهذا طبعا يحاكي نماذج كثيرة وينتقد واقعا مريرا نستطيع أن نفهمه بيسر. والغاية هنا أن هذا الوصف يبني ذاكرة نصية نستثمرها لاحقا، خصوصا حينما نعلم أن بوشعيب الفيل انضم إلى هذا الحزب الأخطبوط المشبوه. ثم أيضا حينما يصف حليمة البجع والدة رحل يقول: كانت حليمة بجعة حقيقية، فمها واسع عريض، أما مرض الدراق الذي ظهرت أعراضه عليها مباشرة بعد الزواج فقد جعل غدتها الدرقية تتضخم لتأخذ شكل ورم في منطقة الرقبة، تبدو معه كالحويصلة الكبيرة التي تحتفظ بها البجعة أسفل المنقار. أيضا بسبب عجيزتها العظيمة كانت حليمة تجد صعوبة في الوقوف،
وحين تستوي على قدميها تمشي بطريقة مضحكة تماما كبجاء. هذا الوصف يبني لدينا صورة مضحكة عن هذه الشخصية. سخرية السارد منها تبني لدينا انطباعا بأنه لا يحبها. فالوصف يخضع بالضرورة لوجهة النظر وللموقف الشخصي، وهو يبني لدينا ذاكرة نصية حول هذه الشخصية. ستتضح في النهاية أسبابها. يوصل وصف السارد لسلوك حليمة وإهانتها الدائمة لزوجها أرسلان السرعو، وهو ما سيبني عند القارئ عاطفة سلبية تجاهها قبل أن يتأكد ذلك في النهاية، حين يكشف السارد في رسالة أن رحال ما هو إلا ابن نزوة من أم خائنة هي حليمة البجع. وعلى العكس تماما تبني أوصاف عبسلان السرعوف لتشكل صورة تلزمنا التعاطف معه والإشفاق من حاله، وهذا ستتبين أسبابه في النهاية عندما نعرف بأنه تعرض للخيانة وعاش منكسرا بآلامها حتى مات. في المستوى الثاني، وأقصد الموقف النصي أو وجهة نظر الدار النصي أو ما يسميه إدوارد سعيد بالموقف النصي، وفيه نجد أن الأحداث تبني دلالات خاصة في أفهامنا، وأعتقد أنها دلالات تنطلق من الواقع وتعود إليه، أي أن الرواية تحاكي الواقع بتماثل بارز وفي نفس الوقت تتعالى عليه بتصوير ساخر بديع. لكن هذا الفهم الخاص أو المفترض يصطدم بتوجيه من الكاتب في بداية الرواية، حيث ينبهنا إلى أن كل أحداث النص وشخصياته هي نسج من وحي الخيال، وأن كل تطابق لا يعد بأن يكون ظرف حيلة من الكاتب. هذه العتبة مهمة جدا لأنها تبني أفق انتظار معين عند القارئ. لكن ما يحدث دائما، وهذا هو المدهش، أننا عندما نقرأ الرواية نخرج سريعا لنبحث عنها في الواقع أو إسقاطها على بيئتنا، لكن في هوتمروك الأمر مختلف لأن إحالتها قريبة جدا، سواء في استحضاره أحداثا سياسية بارزة أو اختطافه مراحل تاريخية مهمة في المغرب، مات الملك عاش الملك، وهذا التحول الذي شهد انخراط المعارضة في الحكم وغير ذلك من الأحداث. إذن هذا الرجوع إلى المرجع التاريخي أو الإسقاط على الواقع يجعلنا نتساءل لماذا لجأ الكاتب إلى تنبيه القارئ إلى متخيله، ولماذا يتملص من أثر الواقع في نصه، ولماذا يتهم نفسه بفهمنا حين يرى بأن أي مطابقة قد نفهمها ما هي إلا ضعف في حيلة سردية. شخصيا أختلف مع الكاتب في اعتباره بأن الأخذ من الواقع يمكنه أن يسيء إلى أدبية روايته، وأعتقد بأن التخيل لا يتعارض مع الواقع، بل إن كتابة الواقع روائيا هو أبلغ صور السرد الروائي بوصفه خطابا يناقش الواقع بحيل أسلوبية أكثر حيوية، حيث يكمن المتخيل في النص في انتقاء الأحداث وصياغتها والتلاعب بتفاصيلها والسخرية منها. يقولون عن الرواية بأنها تهدف إلى درجة من السمك الواقعي، وهو ما يلزمنا بالضرورة استعمال وجهة نظر منسجمة مع صور الواقع حتى لا نحطم الإيهام بالواقعية، بما أن الرواية في عمومها تتطلب التصديق وتحاول الإقناع بالمعقولية وبمنطقية الأحداث والنتائج. وبما أن هناك 5 ملايين طريقة للحكي قصة واحدة كما يقال في النقد الكلاسيكي، وذلك حسب الأهداف التي نقصد إليها، تبقى المعايير السردية مفتوحة تخضع لخطة السارد ومداخله السردية. من هنا نقول إن الواقعية لا تسيء لهذا النص، بل هي مصدر قوته، لكنني سأعتبر دلالات النص الواقعية مصدر قوة هذا النص، وسأعتبر الأسلوب الساخر منبع قوة الرواية أدبيا، ذلك أن هذه الرواية ترتهن بوظيفة اللغة السردية بوصفها تربط الصلة بين عوالم متخيلة وبين الإحالة المباشرة على التجربة المعيشة وعلى حقيقة الوجود الإنساني في زمان ومكان معينان. ذلك أن النص وفق اقتراح بوريكور لمفهوم المحاكاة يخلق تقاطعا بين عالم النص وعالم القارئ، أي أن مفهوم المحاكاة يتأسس على امتزاج المرجع الداخلي للنص بالمرجع الخارجي له، وهذا أمر يمكننا قياسه من خلال إسقاط أحداث الرواية على الواقع وقياسه به. تبدو تجربة حزب الأخطبوط، ذلك الحزب الجديد في المغرب والذي جمع شخصيات متباعدة بعضها له سمة مشبوهة، قريب من حزب معروف في المغرب،
وجديد أيضا، بل حتى إن خطته السياسية التي تقوم أساسا على هدم تصور الآخر دون تقديم صور تصور حقيقي للعمل السياسي، هذا يدخل ضمن وجهة النظر السالب أو موقفه الشخصي الذي يبقى موقفا ناقدا ساخرا ويضع جليا في اعتبارات من قبيل هذه المسرحية. وهذا الوصف الذي أطلقه على هذا الصراع التافهي بين حزبين الأخطبوط والناقة، هذه الأخيرة التي تستعمل الخطاب الديني في حملتها وتقرين حضورها بإرادة الله وبتطبيق الشريعة وبخلافة الله في أرضه، وهو أيضا تمثيل ساخر لتجربة الحزب الإسلامي في المغرب، فتصل درجة التطابق أوجها في تمثيل السارد لهذا الصراع بين القطبين السياسيين حول مبادرة توزيع عربات الحلزون. وهذه قصة شهيرة في المشهد السياسي المغربي، فقد وقع أن تقمص الحزب المذكور دورا في المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، وهي التي عدها البعض إطارا خفيا لدعم هذا الحزب الجديد ماديا. ولما كانت هذه المبادرة تؤذي فرص الحزب الديني في الانتخابات، فقد عمل على تسفيه هذه المبادرة بسلطة الخطاب الديني، حيث لجأ إلى إصدار فتوى علمية تحرم أكل الحلزون. وهنا تلاعب السارد بهذا السلوك، لأن الأسباب طبعا كانت بأسباب كثيرة، لكن أطرفها على الإطلاق المثلية الجنسية لهذا الحيوان. وهذا في نظري مدخل طريق للسخرية من هذا الصراع التافه، وهذه الاتهامات المفتعلة بين الحزبين والسخرية أيضا من هذه الاتهامات المفتعلة بين الحزبين. الحقيقة أن هذه الأحداث تطابق بصورة ما الواقع، والحقيقة أيضا أن هذا التشابه لا يسيء للنص من وجهة نظري، بل على العكس يجعل الكاتب في موقع متعال يخول له مساحة مهمة للنقد والكشف عن الواقع بلغة ساحرة وساخرة. إن الرواية هنا تنافس كل خطاب نقدي واقعي مباشر من حيث قدرتها على الصدع بالحقيقة بعيدا عن أشكال الرقابة والضغط والمحاسبة. وهذا أمر يكسب للرواية بما أنها عرضت وجهات نظر تتطابق إلى حد كبير مع الوعي الشعبي الجديد وموقفه من الإصلاح السياسي ومن العمل الحزبي ومن الانتخابات ومن الصحافة الرسمية أيضا. يمكننا أن نفترض هنا لأن خطة السارد في عرض أفكاره بادعاء مفارقة الواقع هو حيلة سردية أيضا تبرئ النص من الخوض في مناقشة ما يسميه ميشيفوكو بخطاب السلطة الذي يحرص تعامل الناس مع مواضيع حساسة كالجنس والسياسة، وهو أيضا توريط للمتلقي في محنة التلقي أيضا حين يقع ضحية الوهم من حيث لا يدري، فيكذب ما هو حقيقي ويصدق ما هو وهمي. وعلى صعيد آخر، لم يفت السارد أن يخوض في الخطاب الصحفي الذي شهد بدوره نصيبا وافرا من نقده الساخر البديع، خصوصا قضية تدريج الخطاب الصحفي والتلاعب بحقائق الأخبار كما أظهر السارد في خطاب ميمي رئيس تحرير روتمارو. وفي نقده للخطاب الصحفي سينفجر صراع داخل سردي قوي بين الحق والباطل والخطأ والصواب، إنه صراع غير متكافئ بين السلطة المؤسسة التي تتحكم في كل فساد وبين الرغبة الحقيقية في نشر الصواب ونقد الفساد. تجدون هذا بوضوح في تجربة أمين الرفاعي، هذا المناضل الشريف الذي كتب مقالا ينتقد فيه الرشوة والفساد، فما كان له إلا أن تلقى السهام من الجيش المجند لحماية سلطة الفساد بزعامة رئيس الجوق نعيم مرزوق وكراله المعروف ومنهم رحال، وهو هجوم يشعرنا السارد بأنه غير صحيح وملفق وفيه تحامل لا أخلاقي. لكن أمام عدم تكافؤ السلطة يكتب الرفاعي ردا عن الاتهامات الباطلة، لكن لا أحد سينشر رده. إن هذه الأحداث تتضمن وجهات نظر توجهنا عاطفيا نحو التعاطف مع المناضل المظلوم واتخاذ موقف من سلطة الفساد، وهو بالضرورة يعبر عن وعي السارد وموقفه من هذا الواقع الفاسد، كما أنه يساهم في تشخيص أزمة المغرب التي تشمل جميع القطاعات، التعليم انطلاقا من نقده لسلوكيات الأستاذ الجامعي، الصحافة، السياسة، النظام الأخلاقي والتأثير الإلكتروني وغيرها من المستويات التي تطرقت إليها الرواية برؤية ساخرة تؤكد في النهاية بأننا في صراع دائم بين الخير والشر والإصلاح والفساد، ما دامت هناك قوى خفية تحرس الفساد وترعاه لأنه الضامن الوحيد لاستمرارها. في النهاية أعبر عن إعجابي الشديد
بهذه التجربة الفريدة والجريئة. وأعتقد بأن الروائي سنعدنان استثمر كل خبرته الحياتية وأفكاره النقدية في بناء وعي جديد يعيد صياغة عملية تواصلنا بالواقع وفق فهم مختلف وحقيقي، وهو عمل يبتغي لفت الانتباه القارئ إلى حقائق تغيب عن الإدراك الإنساني العادي، بالرغم من أنها تبني لديه قناعة راسخة بتفاقم الفساد والانحطاط في المجتمع. وشكرا. نفس الفضاء هنا بلاد المنتصرين. شكرا للشاعر الصديق محسن أخريف على لطف حضوره وإدارته لهذا اللقاء. غير قول رئيسي رجل ستتم مهمتك حتى النهاية. شكرا أيضا على الإضاءات النقدية، وشكرا للسي محمد الوردي الذي أكتشفه لأول مرة وأكتشفه يعني عمق نفاذه هذا العمل المتواضع. حقيقة لم أتفق مع ورقة سي محمد الوردي، ما اتفقتش معها بزاف، ما حسيتش بأننا متفقين إلى حد كبير إلا في اللحظة الذي تصور فيها أننا اختلفنا. لأن كل ما قاله عن الواقع هو بالضبط ما أتصوره، ولهذا ربما الاختلاف كان اختلافا خادعا، فالاتفاق هو الأصل. وأخشى فقط أنك انخدعت بالكلمة المفتتح. الصديق محسن أخريف تحدث عن تقديم المغرب بلا تضليل في كلمته الأخيرة، والحال أن هوت ماروك هي رواية ضد التضليل. لفحقت هوت ماروك كانت لدي، أنا دائما أذهب إلى، سأحاول أن لا أطيل ويجب أن تنبهني لأنه بغيت نسمع أكثر منه، ولكن أنا دائما مدخلي إلى العمل السردي دائما يتم بناء على الشخصية. الأصدقاء الذين قرأوا يعني تفاح الظل والذي صدق الرسائل سيكتشفون بأن واحدة أداة القصص تقوم على شخصية وأحيانا عندها عناوين شخصيات. قصة عبد المسعوف مثلا شخصية مناضل سياسي يساري جاء التحولات وجد نفسه وزيرا، وكيف عاش ذلك التحول من السياسي صاحب المبادئ إلى الوزير الذي يعيش وضع آخر وسياق آخر، فهي كانت ترصد هذا التحول. ولكن شخصية أخرى عند قصة أخرى عندها عنوانها باسم الشخصية وهي فيصل عطار، أيضا ذلك الشخص الذي حاولت فيها أن أرصد شخصية كيف يجن الناس لنشحب واحد يكون معقلتي واللي جن. أنا كنت مهتما بتلك الفترة كيف يجن الناس ولا ننتبه إلى أنهم يفقدون عقلهم بالتدريج. اشتغلت على فيصل العطار أيضا بهذا المنطق، نجمه فوق السطح كانت حول شخصية وهو شخصية سعيد فرحان أو ربما هذا هو اسمه، كيف أن شخص ممثل مغربي يعيش نجومية ما عند الناس في المقهى في الطاكسي في الشارع، ولكنه مدة طويلة ما ضربش فيها الدرما، وبالتالي ما عندوش مسكين بيجي ديال النجومية ديال، هو نجم عند الناس ولكن هو ما عندوش فلوس باش يركب في الطاكسي، ما عندوش فلوس باش يجلس. أنا باش أنا أذهب إلى العمل السردي انطلاقا من شخصية، عندي شخصية أساسية، هذا يعني هذه قناعتي ككاتب يكتب في هذا المجال ديال كنعتبر الشخصية، أعطيني شخصية وكل شيء آخر قد يأتي فيما بعد. ولكن أيضا أن تذهب إلى عمل سردي سواء كان قصة قصيرة أو رواية ويقرأها القارئ وينهيها، أحيانا أنت شخصيا ما تتخيلهاش، لا يتصورها لا يتمثلها. هذا كقارئ كنحس بأنه هي فيها عطب، لهذا ربما كانت الشخصية الأساسية هي رحال العوينة. رحال العوينة وكي العود ليس رحال العوينة، ليس قوة رحال العوينة ولماذا اشتغلت على رحال العوينة ولماذا رحال العوينة نجح فيما فشل فيه الآخرون، لأن يعني الآخرون كلهم بقوا في قصة قصيرة. أنا بدأت أكتب هوت ماروك ولم تكن رواية، كانت قصة قصيرة عنوانها رحال العوينة،
مثل عبد المسعود ومثل فيصل العطار عندي قصص قصيره كنكتب على شخصيات، وكنقول زعما كان الحلم ديالي هو ندير واحد المجموعه من الشخصيات، مجموعه من القصص على شخصيات، وكل قصه كتعطي شخصيه كانت هذه اللعبه السر ديالها تكون في مخارطه الكره. ولكن هذه القصه القصيره التي جلست اشتغل عليها لكي تكون عملا ربما من 6 أو 7 صفحات تحولت الى روايه من 460 صفحه، لان رحل عويله بالنسبه لي كان اكثر من شخصيه نتسلى بها. رحل عويله في تقدير الشخصي ليس استثناء، ولكنه يمثل الكثير من النماذج التي تعيش بيننا، والتي أخشى أنها بدأت تسمم حياة المغاربة، بدأت تسمم اليوم المغربي. حلوينا هو شخص جبان رعدي بدون مواهب بدون تطلعات حقيقية، يعيش في الظل وسعيد بالظل، ولكن كعدد كبير من النماذج الأخرى الموجودة في الواقع حباه الله عدوانية مجانية متأصلة وحقدا على العالم والناس. فكيف يصير الحقد وتصير العدوانية محركا وموجها ومؤثرا في الحياة؟ أنا هالنموذج أثار اهتمامي كشخصية، طبعا كان علي أن أبحث فيه على المستوى النفسي وعلى مستوى سوسيو نفسي كذا، الشرطة الاجتماعية والنفسية وكذا، ولكن خطورتها هي كيف تحققت، كيف تكرست في المجتمع، لماذا صار هذا النموذج قويا ومؤثرا في هذا البلد؟ أنا في تلك اللحظة كنت أقرأ الجرائد، كنقول شكون هي الجرائد اللي تتبع أكثر في المغرب؟ هي الجرائد التي تشتم الناس، يكفي أن يعني تعمل جريدة تكتب فيها وتكون شريعتك هي أنك تشتم العالمين، تطلق النار على كل من يتحرك لكي تباع تبع أكثر من الآخرين، والناس يحبونك وينتظرونك يوميا، لأن صار لدينا عوض أننا ننشغل بالنماذج الإيجابية، أن نبني قيم إيجابية، أن نبني مشاريع إيجابية، نماذج إيجابية، لا صرنا نهدم كل شيء ونفرح بالخراب. إذن أنا وهذا الفرح بالخراب بدأ يتسع مثل كرة الثلج، وبدأنا نخلق جو عاما سعيد بالهدم، يصرف العدوانية بشكل تلقائي ويطبع معها ويعتبرها عادية لأنها صارت هي الأصل، وبدأت الأمور تتسرب. الفضاء الإعلامي، الفضاء السياسي وكذا، نعيش تلفيقا كبيرا، نعيش الكثير من التلفيق، وكل شيء يتصالح مع التلفيق. اعلامنا يعني كتلقى مثلا التلفيق نتنفسه مع الهواء، خطاباتنا السياسية ملفقة ولا أحد يحرج هذا الأمر، قد نقول هذا الكلام اليوم ونقول كلام آخر غدا، ولا أحد يعني في مجالات سياسية أخرى وفي مجتمعات اللي هي رشيدة سكوندالو، أنت عاد كتقول على فلان دابا كتقول كذا، ما هذا العدد؟ ولكن نحن عادي، نحن نعيش في التلفيق ومتصالحون مع التلفيق، ونقبل كل شيء، كل الحماقات التي تخطر أو لا تخطر على بال يمكن أن تحصل في هذا البلد ونقبلها بشكل عام. يعني من أين جاء هذا الخراب؟ أنا هذا الخراب كله قلبت عليه مع الحل. طيب ما يشوفوا أكثر من كرة جريد نازل. الثيمات الآتية: الرواية والمعرفة، على اعتبار أن هذه الرواية اعتبرتها حمالة للمعرفة، تحمل المعرفة، وعليه فأية معرفة تحمل هذه الرواية، تحمل بالنسبة إلي المعرفة السياسية، المعرفة السياسية، وتبدأ من الصراعات بين الفرقاء في الأوطيل أو في الاتحاد الوطني لطلبة المغرب في الكلية، ثم يميل إلى الأحزاب المتآكلة في عهد حسن الثاني، إلى حدود حكومة التناوب التي كرست الرغبة في الإصلاح من الداخل، وصولا إلى مرحلة محمد السادس الأولى حيث انخرط البطل في وصولا إلى مرحلة محمد السادس حيث انخرط البطل في المعارضة المتخفية،
والتأييد القصري عبر ولد الشاب وأبي قتادة، والمرحلة الثانية التي عرفت تحالف حزبي الناقة والأخطبوط تتطلب منه تغيير شخصيته. البطل يجب أن يغير شخصيته وشخصيته الوهمية، وبالتالي يجب عليه أن يغير أساليبه في التمويل. وعلى صفحات الهوتمار مروك والفيسبوك سيدرك الحال أن المخزن نفسه قد تطور، وأن الأسماء الوهمية في البروفايلات لا تنطلع عليه، وأن خيوط المؤيدين والمعارضين في المخزن من خلال حادثتي القبض على رحال ومن بعده نعيم مرزوق. المعرفة الاجتماعية وتكشف لنا الرواية عن طبقات اجتماعية ولا سيما داخل يعني مدينة مراكش، حيث عن عين إطي أفقر من حي الموقف، وهي وهذه الأخيرة أو أفقر من حي المواسين، وبدورها أفقر من المسيرة والمدينة، ولكل حي نمطه في الحياة وعلائقه الاجتماعية وتحركاته الاقتصادية ووشائجه الإنسانية. وهذا ما يبين لنا أن الزواج السنجاب بن صرعوف بالقنفذة قد انتقل به من حي الموقف إلى المواسين، فيه ترقية اجتماعية بدءا من المرحاض اليتيم، مرورا إلى الدراجة النارية، ووصولا إلى السيارة، إضافة إلى دخول الشاي في قرن 19 والمبادرة الوطنية للتنمية البشرية التي استفاد منها أزيد من 9 ملايين شخص مغربي. قلت المعرفة الأدبية، اختلف مع زميلي وصديقي وحبيبي السي محمد عابد، قدمت الرواية المعرفة الأدبية من خلال مجموعة من التقسيمات أو الأوجه. الأول وهو على مستوى شكل الأبيات الشعرية، جاءت الرواية تحتفي بمجموعة من الأبيات الشعرية، ولا أدل على ذلك هو مجموعات التي كانت تتسابق وتهافت على السيد الخلوفي فيما يخص هذه مجموعة لبيد، هذه مجموعة عنترة، هذه مجموعة كذا، وتأتي بعض الأبيات تباعا. وكذلك بالنسبة للبيت الذي أدخل أعتقد لبيد للإسلام، هو البيت الوحيد الذي قاله في الإسلام، أتمنى أن لا أطيل. وإذا كان فؤاد الوردي، مش اسم محمد الوردي، إذا كان فؤاد الوردي دون نزعة دينية قد ولجأ إلى مجموعة لبيد من أجل أن يتبرك بالمقام وبالسيد الخرق، فإن أستاذه قد ألقى به في أتون الجاهلية الجهلاء. إذن بالإضافة إلى ذلك، بيت المتنبي الذي قيل في مدح سيف الدولة، قيل في مدح سيف الدولة المطلع ديالو لكل مريء من دهره ما تعود، على اعتبار أن القنفذة قد تعودت أن تصدم السنجاب بأشواكه، لكل مريء من دهره ما تعود، وعندما ربما السيد كان يريد أن يقول وعادة القنفذة الطعن في السنجاب، مع سلامتي للوزن لمن الله الطاوي. أما الشكل الأدبي الثاني فيمكن النظر إليه من زاويتين اثنتين، الأولى من خلال بعض التمظهرات الشعرية، كما حكم نبيل الدبياني على لبيد على أنك أشعر العرب، ومن خلال وكذلك من خلال شعبة الأدب العربي، وحيث كيف كانت العروض أو البحوث تتوزع إلى آخره. لن أطرق هذا الجانب، هذا على مستوى السرد. لقد وظف السرد في الرواية بأشكال متعددة، وحسبنا أن نذكر يعني نموذجا واحدا ويتمثل في مشهد نعيم مرزوق، وقد سيق إلى مخبر الشرطة، وذلك في الصفحة 184، لينتقل السرد إلى أحداث أخرى. وهنا نتحدث عن تقطيع السرد، بمعنى أن السرد يتحدث عن إمساك وإلقاء القبض على نعيم مرزوق، وتمر صفحات متعددة، يمكن 10 صفحات، والحديث عن شخصيات أخريات، ثم نعود مرة أخرى لنتمم مع نعيم مرزوق. سارد بانورامي، وحسبنا أن نسوق نموذجا جميلا تقول في القنفذة في الصفحة 11 بعد 400، كانت تتعمد تجاهله وترمي إلى هيام، كانت تتعمد تجاهل عماد الذي سوف إلى آخره، حتى حينما يتغارف أو يحكي شيئا ظريفا وتضحك النساء، لم تكن تضحك، بينما أنا كنت أضحك وأفرح وأحبه كثيرا، بمعنى أن السارد ينتقل من صيغة إلى صيغة أخرى. البطل رحال
هو أخذ صيغة مبالغة سيد محمد، أخذ صيغة مبالغة رحال، لأنه يرحل في ذاته من خلال من خلال السؤال الثاني عندي هو الرواية. رواية هل رواية ديال هوتمان هي رواية خراب؟ رواية خراب، رواية تضع الواقع الراهي المغربي في صورة خراب. ثاني حاجة، تعمد كاتب الرواية ما يعطيناش النهاية الأفضل، قد كل الأفضل مفتوحة على 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 على, على راهي. هي رواية، هي رواية إلا بغيتي نقولوا في حاجة اللي كنتسناو. دابا غنقول تسناو ياسين شنو غيقول فيما تبقى من عوالي هاد الشخصيات هادي. واش المثقفين المغاربة الآن في هاد اللحظة الراهنة ما عندهمش أجوبة؟ لأن الرواية فعلا كتوضعنا في مأزق، مأزق من الراهن المغربي. ياسين كيحشرنا في واقع كله مرهون بالمخاطر لا نتلمس. حنا كنا يمكن كنعادي صاحب الصومار وشو اسمها لمي انا على كنعادي الروائيين الفرنسيين لانهم كيعطيونا النهايات، ولكن الان كنتفاهموا لانه على المثقفين يطرحوا لنا. ياسين ما كيقول لنا والو، ياسين كيعطينا شخصيه اشكاليه وكيخلينا غارقين الان اننا قابلين هذا الواقع. واك كنسلموا انه الواقع خراب وخصنا نعيشوا في هذا الخراب الى ما لا نهايه. الوقت اللي كنت انا كنتسنى وانا كنقرا الروايه نجبر ياسين اللي كان معنا في الطلبه القاعدين، ياسين اللي كان كيجاوب على اشكالات كبيره في الموضوع، بقينا الان حيرين. نقدروا نوصفوا كم نتفقوا اننا نوصفوا الراهن، ولكن حدث مهرب غرب من يدنا، حدث في الكتابه مزيان، حدث في الواقع السياسي ما كاينش. ياسين حشانا ارمانا في لجه الواقع المغربي الخارج، ولكن بدون أسئلة وبدون أجوبة وخلنا مجروحي. شكرا. تحية للحضور، تحية للحضور الكريم، شكرا لجمعية الفضاء الثقافية، شكرا للسيد ياسين. المداخل ديالي تكون عن خصوص السؤال. السؤال الأول هو كنلاحظوا الآن هو أصبح الآن موسم الهجرة إلى الرواية، يعني هاد مجموعة الشعراء القصص الذين يهاجرون للرواية، هاد بفعل منطق السوق، يعني باعتبار أن الرواية هي الأكثر مقروئية أم هو الحاجة الأدبية؟ ثاني شيء هو ما ألمسه أنا كقارئ في الرواية لا العربية ولا المغربية هو انحشارها في الواقعية، سقطت في الواقعية الفجر. يعني أنا كنشوف بأن كتاب لا المغاربة ولا العرب لا زالوا تحت سطوة أولا نجيب محفوظ، وثانيا حين أراد المغاربة أن يعتقوا سقطوا في بوتقة محمد شوكي. وهنا كيف للأدب الذي أنتج كليلة ودمنا وألف ليلة وليلة لا نرى فيه الخير. أنا حقيقة بعد الرواية عندما أقرأها لا أجد في الرواية سوى كاتب أو صحفي صاغ مجموعة تقارير في قالب روائي. أين الإبداع هنا وأين المخيالية التي نجدها عند ماركيز غارسيا أو كافكا أو هاروكي مواكامي؟ وشكرا. الضيف الكريم الأخوة الصديق محمد الوردي الذي حثني على قراءة الرواية. إذن لكل عنده في قراءة الرواية، وأنا لست متخصصا في الأدب، ولكن ما أثرني في الرواية مجموعة من المصطلحات، من ضمن المصطلحات الخطيرة التي وظفت في الرواية هو مصطلح السلطة. عندما قارنه الروائي واتهم فيه الإسلاميين بأنهم يستعملون الديمقراطية ويروجون الديمقراطية من أجل الوصول إلى السلطة، هذه نظرية أبانت عن فشلها، أنها نظرية مجموعة من النظريات التي تتهم الإسلاميين باستعمال الديمقراطية وما إلى ذلك من أجل الوصول إلى السلطة. الديمقراطيين الذين يسكنون في المغرب لم يصلوا إلى السلطة، وإنما همهم هو المشاركة
رفقة مجموعة من الفرقاء في تدبير الشأن العام. هذا التحامل على الإسلاميين أجده في الرواية بشكل قوي. فمثلا يتحدث سي عدنان يقول على أن يتحدث عنه بشكل عام السالب وخصوصاً يتحدث ويقول على أن الإسلاميين يواجهون نقاشات المجتمع المدني والديمقراطية بنقاشات الجنة والنار. أنا أحيلك هنا على مجموعة من الكتابات ربما سيغنوش يتحدث عن المجتمع المدني والديمقراطية في زمنية القرن الماضي وتحدث كما ستعلم تعلم بأنك بطبيعة الحال عندما كنت مناضلا رفقة الرفاق القاعدين فقد قرأتهم بعض الأدبية الإسلامية من أجل الأخذ والرد وتدبير النقاشات. أنا واحد مسألة ما فهمتاش هو أن الرواية وجدت توصيفا يصف الحياة الطلابية ويصف النقاشات داخل الساحة الجامعية ما بين الرفاق هو تبخيص لعمل الرفاق وتبخيص لعمل الإسلامي سينتقل بنفس المنطق ويسقط على الحياة السياسية فيما بعد. يعني إحنا كنكرهوها شوية كنجيو الحياة السياسية كنجيو كذلك نفس الممارسات. الواقع واقع لا يرتفع ولكن أن نتعمد وصف الواقع هذا المنطق فأنا أقول سنتحول كمين بنا إلى موظفين سلم 11 قال لي الصديق غير نتحول إلى موظفين سلم 11 غير الصديق غير في الرواية تحول الموظف سلم 11 يدري ما عمل يخدم ويدري الأجندة التي يخدم لكن نحن سنتحول إلى موظفين سلم 11 ما كنعرفوش لمن كنخدمو ما كنعرفوش العمل غادي نخدمو وبالتالي نورث لأجيال ستأتي ستقرأ الرواية سنورث لها مثلا ربما واقعا غير مضبوط في وصفه وهو يهول الأمر. لا نحتاج اليوم إلى خطاب يهول علينا الأمر أننا نعيش التهويل بشكل يومي بينما نحتاج لمجموعة من الأجوبة على مجموعة من القضايا ونحتاج إلى نقاش لتدبير الاختلاف الذي لم ننجح في تدبيره. كذلك في الرواية وجدت جرأة قوية هي صراحة الله أمر مطلوب في توصيف المشهد السياسي لكن عندما تعلق الأمر بالخطبوط خفت هذه الحدة أو هذه الجرأة في الوصف وعندما تعلق الأمر بفقرة فريدة وجدت فيها الحديث عن ما يسمى أحزاب المخزن هي فقرة فريدة والحديث فيها حديث خافت ما فيش إشارات ما فيش ديك القوة اللي كنا كنتحدث بها على زمن الرفاق وعلى زمن الشيوعيين اللي كنمشيو نحج من أجل أن يصلوا إلى كراسي المؤتمرات وواحد كلمة ما فهمتهاش أنا المرة هي تابوا إلى الله. فهل الشيوعيين اللي كنا اليوم نصف أنهم تابوا إلى الله خصنا نكونوا واضحين هل نؤيد هنا الأطروحة ما بين قوسين التي كانت تقول سابقا على ان الشيوعيين هم في خانه من عرف ما يسمون بالكفر وما الى ذلك لانهم تابوا الان الى الله نعترف بانهم ربما كانوا في سياق وكانوا على خطا وتابوا الى الله وذهبوا الى الحج وما يعني رمزيه الحج كنمشيو كنغتسلوا كنجيو متمكنا هذه الامور كثيره عالقه في بالي لكن الروايه قيمه كنشكرك شكرا. الرمزيه اللي قراو الاخوان ومحاكاه الروايه ولكن من خلال الرمزية اللي كاينه الأخطبوط وكاينه النقا هاد النقا اللي اتهمت بالإسلاميين والأخطبوط كنشوف أنايا بالرمزية ما كيقصدش وقيلة الأخ ياسين الإسلاميين يعني كنستعملو في الرمزية الأخطبوط هو واحد الإنسان اللي كيكون مسيطر على الوضع والنقة هي حالو النقة كنعطيوها بالرمز لواحد الكوني اللي خلق الله سبحانه وتعالى هو كتحلب وكتسافر يعني النقة الراحلة. هنا واش انتفق معايا هذا التساؤل هذا ولا ان بالنسبه للناقة اللي كنشوفوا الرمز ديالها فهذه هو الرمز ديال حزب الشورى. حزب الشورى ماشي اسلامي 100% كاينه فيه ناس ناقة حزب الشورى جمل لا 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 ل
المهم ما قبلش ان عندك الحق ما كتبش بالبلد يعني الجمال وما نطولش باش نخلي يكون يكملوا وشكرا. في معرض الكتاب الاخير هذا وقع لي حتى مع اقرب الناس ومع الاصدقاء ومع الكتاب. انا 5 سنين وانا كنشرح على وتمار وعموما انا كنكتب كتاب 5 سنين دفتر العابر اشتغلت عليه 5 سنوات وتمار اشتغلت عليها 5 سنوات لان كنقول خليني نشتغل على نص نعطي نص يبقى يستحق حياته. وايضا انا معني بالادب المغربي معني باش حضوري في الادب المغربي يكون حضور جدي. اذا خدمت على دفتر العابر 5 سنوات خدمت على عود ماروك 5 سنوات غير كنت كنشتغل في صمت والاصدقاء كلشي كيقول لك واه دابا ياسين باه التلفزيون بقاش كيكتب وكذا 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 وكتقول ليه وفعلا ما كاينش وقت الكتابه وفعلا ما كاينش وقت الكتابه ولكن ضربت حتى خليت هذه الروايه تطبخ على نار هادئه جدا. ملي خرجت الروايه كلشي كيقول لي في المعرض ايوا شنو دابا انت ما بان لك الاشعاري دار الروايه ونجمي دار الروايه وفاتحه مرشد دارت الروايه وكذا دار الروايه ودابا كيفاش نتوما عند الشعراء؟ وكنقول اه وصافي كنحشر نقول له. ولكن اللي قرا الروايه او بعد القراءه يصير لنا كلام اخر. اذا هذه الروايه حينما ستقراها ستكتشف بانها لكن لم تات السوق ولا كاينه حاجه ملحه لكي أقول بعض الأشياء ولا يمكن أن تحتملها لا القصيدة ولا القصة. وإلا أنا بديتها قصة نقبضت على شخصية وبديت ندير قصة كما اشتغلت على شخص أخرى. وعلاش أنا كنكتب القصة متنفسي عجول؟ أنا كتبت الرواية بالغلط. أنا يترد أنا بقيت كنكتب 10 صفحات 15 كنقول لا ولكن مازال كاع ما بديت مازال حتى لقيت راسي كاتب 460 صفحة حقيقة وماشي 460 صفحة للعلم. يعني الخدمة الأخيرة اللي درت هي بديت كنقص واحد العدد ديال الشخوص حيدته واحد العدد لأن واحد اللحظة كنقول لها هذا الشيء طويل أو اللي كنقول يعني عندي واحد الفصل مثلا يعني في الفصول القصيرة كما لاحظ الأصدقاء كنلقى شي فصل ممكن من بعد لا يضيف لأن أنا شوف أنا قارئ وحاولت نكتب بمزاج القارئ وانا قارئ صعب ايضا قارئ صعب وما كاينش اللي كيكره يعني في العمل الروائي هو الطويل وانك تشدني وتسرحني